فضيلة الشيخ وفقكم الله، حلقات تحفيظ القرآن أو الدور النسائية لتحفيظ القرآن هل يعطى هؤلاء من الزكاة؟ لا، الزكاة ما تعطى لتحفيظ القرآن، هذا من الصدقات والتبرعات، ما تعطى لهم. زكاة للفقراء والمساكين والأصناف المذكورة، وأما المشاريع الخيرية هذه تمول من الصدقات التبرعية ومن هنا بناء المساجد مثلا، بناء المدارس، تدريس القرآن، هذه أعمال خير ما تصرف فيها الزكاة، تصرف الزكاة للأصناف الثمانية. نعم.